شفت القصة بالبشاعة دي قبل كده؟ أنا أول مرة أشوف واحدة مقتولة بالبشاعة دي. مش مقتولة، مش مقتولة، منتحرة، منتحرة. طب خلاص ماشي ماشي، أنا أول مرة أشوف واحدة منتحرة بالبشاعة دي. أنت بتضحك، أنت ما عندكش دم يالا، واحدة مقتولة قدامك وبتضحك. العربية فاضية يا حمصابور. تعالى. فاضية؟ اه فاضية ازاي؟ تعالى شوف. لا حول ولا قوة إلا بالله. الجثة، الجثة فين؟ الإزاز، الدم كان على الإزاز. الدم راح فين؟ وديت الجثة فين يا عباس؟ يعني هودي الجثة فين يا حمصابور؟ طب وديت الدم فين يا عباس؟ يا عم وديت دم إيه ده بقى يا حمصابور؟ أنا فهمت كل حاجة. إيه؟ هي البت اديتك برشامة؟ برشمتك؟ البرشامة ونونت معاك؟ قعدت تتخيل بقى كل القصة اللي أنت جاي تحكيها لي دي. عليا الطلاق، أنا ما ببرشم يا أخي، أنت بتفهم إزاي؟ ما ببرشمش. إيه الجثة كانت موجودة هنا وأنا كنت قاعد جنبيها. فعلاً عندك حق يا عبصبور. أنا فهمت اللي حصل بالظبط. يبقى هي اتضايقت من الموت، زهقت يعني؟ قالت طب أقوم أمشي رجليها شوية وبعدين أرجع أموت تاني. بتهزر في القتل يا عباس؟ يا عيال اللي بهزر يا عبصبور، هي فين؟ ممكن يكون واحد خد الجثة ومشي. فعلاً يا عبصبور. جثة زي دي في حتة مقطوعة زي دي ما تتسابش. ما تتسابش يا عبصبور. بس يا عباس. برشمتك بس يا عباس. ودواته يا أخي. بقول لك ما ببرشمش يا أخي، ما ببرشمش. هي فين؟ هنا، كانت هنا. أيوة، وحد بقى جه خدها. يعني حد هيجي ياخدها ويسيب العربية يا عبصبور؟ أنا اللي أعرفه إن ياخد العربية ويسيب الجثة. أضعف الإيمان ياخد الاتنين، إنما ياخد الجثة ويسيب العربية؟ عبصبور. إيه؟ كلنا كنا في الأول كده مع أول برشامة يا عبصبور. برشمتك يا عبصبور. يا جدع ما برشمتش يا جدع. والله العظيم ما برشمت. أنا أقول لك اللي حصل بالظبط، هي كانت قاعدة جنبي. وأنا كنت قاعد مكان السواق هنا كده. آه. وبعدين قامت قعدت هي وتضحك وبتاع، وقامت مطلعة مسدس وحطاه في بقها. أنا قلت بتستطعمه. قامت طلعت طلقة وقتلت نفسها يا عباس، ما طلعتش بتستطعمه. إهدى طبعا يا عبصبور. إهدى. ايه ده خلاص؟ انا مجنون. لا انت مش مجنون. صح. لا انا مجنون. لا 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 انا مجنون. لا 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 انت مجنون. امال ايه؟ لا انت عاقل جدا، انت زي الفل. امال راحت فين الجثه؟ معلش راحت فين؟ هتلاقيها هتيجي بسرعه. يبقى انا مجنون. هتيجي هتيجي هتيجي. اهدى بس وانا هجيب لك الجثه. اهدى بس. اهدى يا عبصبور، لا حول ولا قوه الا بالله. برشمتك يا عبصبور. يا جدع ما برشمتش، ما برشمتش والله ما برشمت. طب خلاص خلاص يا عبصبور، انت تعالى معايا بس اشطف وشك بشويه ميه، وبعد كده نشرب حاجه دافيه وتتغطى كويس وتنام، هتبقى بكره زي الفل. هننام هنا؟ لا هننام في البيت. والجثه؟ انا فرحان بيك قوي يا عبصبور. ليه؟ بقيت بتبرشم. يا جدع ما ببرشمش والله العظيم ما ببرشم. انت بتضحك ازاي وبقول لك ده في جثه في العربيه؟ برشمتك يا عبصبور. انا عايز كوبايه يا جدع بقى.